طبعا نبدأ مع حضرتك بتفاصيل إضافية حول التطورات الميدانية بالساعات الأخيرة بالغوطة. نعم، الساعات الأخيرة في الغوطة الشرقية شهدت غارات جوية مكثفة من قبل طائرات النظام السوري، حيث نفذت هذه الطائرات منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة ما لا يقل عن 37 غارة جوية استهدفت عدة مدن في الغوطة الشرقية، بينها هذه الغارات توبعت على الغوطة الشرقية بعد 4 أيام دامية راح ضحيتها ما لا يقل عن 230 شهيدا مدنيا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. وتصعيد الغارات اليوم هذا يدل مثل ما قلت يوم أمس وأمس الأول وقبله بأن النظام لا يكترث للمجتمع الدولي، وأن النظام مستمر بضربه والقصف على الغوطة الشرقية وتدمير كل ما يستطيع تدميره في الغوطة الشرقية. بالتزامن مع هذا النظام الذي يدمر الغوطة الشرقية، وقع اتفاق مع تنظيم الدولة الإسلامية سمح بموجبه بمرور عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في الجيب الذي كان محاصر فيه هذا التنظيم في مثلث حما إدلب حلب إلى مناطق في ريف إدلب الجنوبي مع الفصائل الإسلامية والمقاتلة في تلك المنطقة. متى كان هذا الاتفاق أستاذ رامي؟ بدأ فجر هذا اليوم مرور عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من الجيب المحاصر الذي 80 قرية في مثلث حلب إدلب حما إلى مناطق في ريف إدلب الجنوبي. النظام سيطر على كامل هذا الجيب وسمح للمقاتلين بالخروج لقتال الفصائل في إدلب. يعني النظام السوري الذي أساس متعاون مع الإرهاب بشكل أساسي، وشاهدنا في شهر أكتوبر تشرين الأول فات عندما تعامل أيضا مع تنظيم الدولة الإسلامية وسمح لعناصره بالمرور من ريف حما الشرقي إلى ريف حما الشمالي الشرقي، حينها بدأ تنظيم الدولة الإسلامية الاشتباك مع الفصائل والسيطرة على القرى في ذلك الشيء. طيب هو يشتبك فقط مع أطراف أخرى من جانب داعش ولا أحد يقصفه؟ لا، على العكس، لأن الطائرات الروسية في ريف إدلب الجنوبي اليوم قصفت مناطق أمداد الفصائل التي تشتبك مع تنظيم الدولة الإسلامية. هذا يدل على بشكل واضح بأن روسيا هي التي تدفع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية للمرور إلى إدلب من المناطق التي كانوا محاصرينها في البادية. طيب بتطورات إدلب بشكل عام سيد رامي، كذلك أيضا ما هو الجديد؟ الجديد أن الغارات مستمرة على ريف إدلب. كان أمس يوما إدلب نقول مئات الغارات الجوية والضربات الصاروخية نفذتها طائرات النظام الروسي والسوري على إدلب، بالإضافة بقصف البارجات الروسية على مناطق في إدلب. هذه الصواريخ قتلت مقاتلين من فصائل مقاتلة، يعني ليسوا من الفصائل الإسلامية المتطرفة، لذلك نقول بأن الأمر وأيضا القتل بضوء أخضر في الغوطة الشرقية من النظام وروسيا التي أعطت ضوء أخضر للنظام. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من القاهرة. شكرا لكم.